من القاهرة معي محمد حامد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. مساء الخير سيد محمد. بظل كل هذه التصريحات لاحتدام المخاوف الحقيقية من أي إجراءات غير الاقتصادية طبعا، قانونيا هل يحكى بأي طريقة من الطرق بالموضوع؟ لأنه طبعا لا ضمانات اليوم إلا منع استخدام السلاح النووي، منع العالم من استخدام السلاح النووي أحسن ما سلاح نووي يخفي الحياة على الأرض. طبعا نتائج الاستخدام السلاح النووي نتائج كارثية. القنبلة الهيدروجينية التي أطلقتها كوريا الشمالية قبل أيام بتدل أن العالم يعني عاجز أمام هذه الدولة المارقة التي خرقت جميع القوانين الدولية وجميع القرارات الدولية التي سعت للجم طموحاتها النووية، لردع طموحاتها النووية سواء بالتفاوض أو بالتلويح بالحل العسكري. ويبدو أن المجتمع الدولي عاجز أمام خيارات مواجهة كوريا الشمالية، لأن العالم لا طالما كان عينيه عوراء في ملفات في الملف النووي، ترك باكستان والهند يمتلكان سلاح نووي بالمخالفة للمواثيق الدولية، ترك الكيان الإسرائيلي أو الدولة العبرية في الشرق الأوسط تمتلك سلاح نووي دون مراعاة للجيران ومراعاة للقانون الدولي وحساسية منطقة الشرق الأوسط. فنجد ما دولة زي كوريا الشمالية تتجرأ على جيرانها وتهدد سلامة شبه الجزيرة الكورية وتهدد الولايات المتحدة بضرب جزيرة جوام في مخالفة لكافة القرارات الدولية. يجب على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهد سواء في فتح باب التفاوض مرة أخرى ولكن بشروط جديدة وإغراء القيادة الكورية الشمالية إلى العودة إلى الصواب مرة أخرى وإغراءها بامتيازات مالية ووقت سابق. هذا هو الذي قصده بوتين عندما قال اليوم بأنه كوريا الشمالية لن توقف هذا إلا إذا شعرت بالأمان. ده طبعا بلا شك، لا يعني يجب ان نكون القاعده الاساسيه اللي بنتكلم فيها في قضيه كوريا الشماليه ان العالم كله، كل القوى الدوليه سواء كانت الصين الجاره الحليف لكوريا الشماليه وروسيا التي ترى ان يعني ترى يجب التفاهم مع كوريا الشماليه، ان الجميع يرفض امتلاك لكوريا الشماليه سلاح نووي. كل الجميع يرغب والمجتمع الدولي كله متفق ان لا يجب ان تكون دوله صغيره مثل كوريا الشماليه ذات نظام غير ديمقراطي ان تمتلك هذا الكم من الاسلحه النوويه او تطور برنامجا نوويا عسكريا، بل يحق لها استخدام الطاقه السلميه النوويه وتحت اشراف الامم المتحده، ويجب تفكيك هذا البرنامج ونزعه لان كل هذه التجارب التي اجريت في الاعوام السابقه مثلت خطرا وتهديدا استراتيجيا للعالم ولجيراننا زي اليابان وزي كوريا الجنوبيه. طيب، وفق كل هذه المعطيات ووفق حوادث سابقه بنفس الاطار تقريبا نفس التهديدات والعلاقات الدولية، لو أخذنا مصالح كل دولة كالعادة على حدة، ماذا تقول لنا كل هذه المعطيات عن قادم الأيام؟ هل كما ذكرت مراسلتنا في تقريرها وفق المحللين بأن المنطق هو الذي سيفرض نفسه بنهاية المطاف؟ لا طبعا أنا أتفق مع الرئيس الروسي الذي طالب صراحة بإغراء كوريا الشمالية للعودة للساحة الدولية والعودة للمفاوضات السداسية مرة أخرى. للاسف ان القياده الامريكيه او الاداره الامريكيه الحاليه لا تتبع خيارات التفاوض في حل الازمات، وجدنا ذلك في الازمه الخليجيه، وجدنا ذلك في ضرب مطار الشعيرات في سوريا، وجدنا ذلك في الازمه الاخيره مع كوريا الشماليه. بالاضافه ان الصين تلاعب الولايات المتحده حاليا، الصين لديها نفوذ اقتصادي كبير للغايه على اعلى مستوى وليس لديها نفوذ سياسي مثل الولايات المتحده. وتجد في قضيه كوريا الشماليه والمناخ الكوري الشمالي ورقه ضغط على الولايات المتحده، خاصه ان الرئيس ترامب عندما كان مرشحا للرئاسه قال بمنتهى الصراحه انه سيلغي اتفاقيه التجاره الحره مع الصين، سيتجه لمعاقبه دوله الصين لانها تخرج اتفاقيه التجاره الدوليه. فالصين بترى ان قضيه كوريا الشماليه درع يحميها من غطرسه او ما يخفيه اداره ترامب اليه، ووجدنا تصعيد منذ تولي ترامب وكوريا الشماليه تصعد من مجريات الامور في شبه الجزيره الكوريه. وجدنا وزير الدفاع الامريكي ماتيس يزور كوريا الجنوبيه ويطمئن على القوات الامريكيه هناك، وجدنا نائب الرئيس طبعا يذهب الى كوريا الجنوبيه يعني في ليطمئن. صحيح، ونتابع كل تداعيات هذا الموضوع وتطوراته. أنا أشكرك جزيلا من القاهرة محمد حامد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، شكرا.